في اليوم الأخير لزيارتي إلى صلالة العمانية سأتجول في أسواقها الشعبية وأشتري هدايا تذكارية من هنا، رافقوني. السلام عليكم. يقع سوق الحافة على مسافة 3 كيلومترات من مدينة صلالة، وتحيط به أشجار جوز الهند العالية، وهو يعد المكان الأمثل للشراء ليس فقط في ظفار فحسب، بل أيضا في السلطنة، إذ يزخر السوق بالعديد من المنتجات، سواء منها المنسوجات التقليدية المتنوعة أو الملابس التراثية أو الحلي الذهبية كما الفضية، كما تكثر محال بيع الهدايا والكماليات والمصنوعات الجلدية. يقصد هذا السوق زوار المدينة كمعلم سياحي واقتصادي. هنا عشرات المحال الصغيرة تبيع بخورا تفوح رائحته في ممرات السوق، وكذلك اللبان المنتشرة أشجاره في المحافظة، كما تشاهد بائعات يصطففن بزيهن التقليدي، متحدثات بلكنة خاصة بالمنطقة يتحدثوها السكان الأصليون وهي الشحرية. رهيبة. رهيب. ولمحبي العطور العمانية ودهن العود والورد والمسك فلا بد من المرور بهذا السوق. ليث بزاري، العربية، صلالة، سلطنة عمان.